بتتكلم عن ان النادي خلاص الاهلي يعني قرب ان هو يوقع مع المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني السابق لفريق جالفازنتي، شايف ده ازاي واختيار المدرسه البرتغاليه بالنسبه للنادي الاهلي في السنين اللي جايه؟ ويمكن كمان الاخبار كلها بتتكلم في البرتغال ان النادي الاهلي بالفعل توصل لاتفاق لمده سنتين. والله خلينا برضو نتفق برضو طبعا ان الكره البرتغاليه طبعا يعني ما يعني ما شاء الله بنتكلم على مستر ماني والجوزيه طبعا ده يعني ما شاء الله عمل تاريخ كبير لنفسه وعمل تاريخ كمان للنادي الاهلي ان ماني والجوزيه نتكلم على مورينيو نمبر 1 في العالم برضو عقليه كبيره ومدرب كبير يعني اعتقد المدرسه البرتغاليه ناجحه جدا الى حد ما وكمان يعني لما نيجي نتكلم اكيد مستر مانويل جوزيه ممكن يكون له دور ان اختيار المدرب دوت ممكن والسي في لازم يكون في سي في للكوتش دوت ان هو اكيد تابعوه وشافوا امكانياته صحيح. ويمكن برضو يا كابتن لو اتكلمنا عن نقطة السي في دي بالأخص، فيعني ما اظنش ان هي دي النقطة الأهم بالنسبة للنادي الأهلي، لأن احنا برضو لو كنا متابعين في الفترة اللي فاتت دي المدير الفني السويسري السابق للنادي الأهلي ما كانش جايب سي في أصلا. والله صعب فايلر يا شيماء بس والله صعب جدا ما هو فايلر ما كانش وحش فايلر ما كانش وحش جه فتره كان كويس وادى كوره جميله للنادي صحيح، الاهلي وما وخد كانش بطولات مع عنده النادي السي في الاهلي الكبير اللي احنا كلنا يعني او كل جماهير النادي الاهلي كانت مستنياه. وبرضه نفس الكلام ممكن نقوله على برضه جوزيه، يعني جوزيه نفسه اول ما قبل ما يجي مصر كانت الناس كلها بتهاجم النادي الاهلي ان هو ما عندوش سي في قوي، ولكن هو عمل السي في بتاعه فعلا هنا في مصر. والله يا شيماء الموضوع دوت مش يعني بيني وبينك يعني هو يعني مش سليم لازم يكون عندي سي في انا اشتغلت وخدت بطولات وعملت ريكورد وعملت واشتغلت مع الفريق الفلاني واشتغلت مع المنتخب ده السي في ده مهم جدا صحيح لاي كوتش يعني مستر كروش ده سي في قوي مدرب كبير عنده سي في قوي تمام فانا انا برضو عايز اشوف لعيب السي في بتاعه ايه ما لا ملوش سي في طب انا هحتاجه ليه هيفيدني صحيح ايه صحيح لكن السي في دوت بيقوي صاحبه السي في ده أكيد بيقوي صاحبه ده مهمه أكيد جدا طبعا أكيد. كابتن أحمد نخلة نجم الأهلي والمنتخب السابق أكيد نورتنا النهاردة في أخبار أون تايم، بشكرك جدا على وقتك معانا.